ما له حدود، واللي معاش الحب مش موجود بالأحلام. نعدي الأيام ونعيش يوم الفرح الموعود، وإن ما تكون المحبة أنا نكون زرعة الورد عطرونا السمع الجون. حب الناس ما نرضى جرح الناس يهون عمري وروحي ما تهون. إذا عدى يوم على باب البيت يزرع له الأشواق الباب والشباك، وإياك إياك إياك شاري مش أنا اللي ندفع. يا ويلو يا ويلو اللي باع وفوتنا حتى ضاع منا ضيعناك. والله وحارب القلوب ولا فهم المطلوب، شكون الغالب فينا بالأمان. عرفت اللي استنيت الشمس تبان، حالي بحال كل مرة الدنيا في حال والناس فيها ألوان ألوان. أما ناس لتحس جرح الناس، أما ناس لتعيش احساس، ثم ناس وسط الزحمة تنبس وناس من ايديها تتباس. وعلاش يا قلبي الاحضار، شكون فينا وحده اللي اختار يلعب في الدنيا لعبة الادوار؟ حتى ضعنا منا وضيعناك. والله وحارت القلوب ولا فهمنا المطلوب، شكون الغالب فينا والمغلوب. وينك يا ندوزة؟ عارفني دقيقة في نسأل فيها عليك. جات ما جاتش، جات ما جاتش. إن شاء الله خير. لا ما فما كان الخير. شي حب مصطفى؟ بالضبط ما نعرفش. أما لحظة طول نادي دولك مدام تسرب تاي؟ لا
تشرب قهوة؟ لا عيتولي برك. عيتولي برك. جات دوجة واقفة قدام القهوة تستنى. باهي ياسر. نمشي؟ عنده عنده. عارفي السكر وفاء. انت شنو المشكل؟ وفاء السكر نشريو السكر. قول لي زاد القهوة وفات. نمشي نثبت ونجيعها. خاطر كي توفى القهوة وأنت ما تقوليش نعصرك أنت كالإكسبريس. عنده عنده. عارفي ماني ثبت مزاد حنا القهوة. عنده يا مرحبا يا مرحبا. شنو احوالك اختي دوجة؟ الحمد لله الحمد لله. ويني مليحة؟ اش عاملة في القراية؟ كابسة روحها سناء؟ ان شاء الله ربي معاها. ربي معاها. لا لا هي في القراية غولة غولة تبارك الله عليها. ان شاء الله ربي يسترها. شنو هي؟ في خوذتها نقول لك اختي دوجة. مليحة سناء عامها الاخر في القراية، نحبها تقرا لراحتها وما تخممش في الخدمة جملة. الخدمة انا نضمنها لها. والجواب هذا باش تمشي بيه لشخص معرفة، باش يضمن منها الخدمة بعد التخرج. قدرة ربي. شكون سي حايد؟ هك صاحبي الروح بالروح. مسؤول كبير وعنده برشا معرفة. ها هاك العنوان على الجواب. الحق الحق جاتني غريبة شوية الحكاية. مش مستغرب اختي دوجة. ملي تكلم عليها انور تو اكثر من عام. حاب يخطبها وانتي من تشوفها تدور وجهك. عندك الحق. وزنتها وزنتها نلقى روحي غالط. مليحة بنت عمي لحمي ودمي نورت العائلة. من اليوم مليحة نعتبرها مسؤوليتي أنا. والأيام تو تبين لك إن شاء الله. أيام ما نعطلكش على خدمتك. بسلام. بسلام أختي دوجة. سلم لي على مليحة. يبقى السلام اخويا حسن. السلام. لو عندي شويه عليل صحيح تجي تشوفه. قلب على روحك. على قداش الراس محجوب؟ 150 وشمل. وما كاكا وبرا لا تشكر لا تذم. شفت مزروف. هبط هبط مش نحيلك 10,000 فرنك على الراس. مبروكين عليك سقدني مزروب. اي تعرفوش هذاك لابد نقص حاجه. ديما مره عندي ومره انت هبط سرعه. يا ذاوي قديش خليت عليها بقعه. لا 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 هكا عامين كاملين. والله توحشتك وتوحشت البلاد وماليها. الغربه مخيبها خاصه اذا كان انت ما اخترتهاش بوحدك. الله يهديك يا مصطفى. ما تحط شيء في بالك الحي يروحك في بلادك خويا. علاه الحي يروح؟ كنت في الحبس انا. صحيح انا روحت اكسبيسي اما بقدري. بصراحه اذا كان ما تردونيش كنت بروح وحدي. اي اي تو كملوا الحديث الثاني. اي خويا يا
احسب فلوسك. هاي يا رجل نسيت نحسب عليك. بسلامة خويا حسن. الله يسلمك. الراجل اللي يكل باش يصور الفلوس ساق في الحبس وساق البر وبعد اعطيها لغيره مش عبد. عارف واش تقول هالكلام. كل ما تحصل الفلوس في يدك تهيد. يا ولدي الدنيا زورات زورات يا محجوب زورات. زورات صحيح. اما كل يوم سي مصطفى قاعد يستغل على حسابي وحسابك. عاجبك الشيء هذا؟ تفكرنيش وحوني. في بالك اللي الضاوي يرجع اليوم لايطاليا؟ ايه حبيت نعرضها ما هانا نخدم اللي تخدم وطيعه. بالنسبه لي انا يزيني ما طعت وهبت راسي. اليوم نفرق الرمانة مع مصطفى. يا ولدي انا رمانة باش نفركها مع مصطفى. علاه؟ تحسب كيف الضاوي يرجع سي مصطفى نتاعك باش يحطوه في الفريق ويخليني انا مسؤول على فريات وتو يحطه هو يجيبني على برا. كي رجع الضاوي شحالك تعمل له؟ يلزم تقبل تقبل. نقبل يظهر لك انا عندي برنامج. برنامج برنامج اخو الى السيد المحترم حيدر. شنو هذا؟ مصطفى ولد عمك. ما نعرفش كيفاش تفكرك بعد اللي صار بينتكم الكل. يظهر لي انور لح عليه يعرف اللي مصطفى عنده الكتاف. قديش رخصه القرايه؟ عجب يا بنيتي شرخصها. مليحة تحضر في المتخيز. هذا جواب من عند مصطفى القهوي يجي بواسطة من أنور خوه. قلتي حيدر هذا باش يدبر لها خدمة. حتى كان جيت طلبت منه باش يتوسط لي. تي تلقاك تحدثت مع أنور وحديثش بدا حديث. ممكن ياسر. عايش بنتي على خاطري. ما عندك ما تخسر هزه معاك. هيت. ارتحت توا؟ ارتحت. والله يا بنيتي لتوا مانيش قابله شدنك صحيح باش تقرا في سوسه. ماك تعرفني انا وراجلك ما نتفاهموش. عليه يا بنيتي؟ سي عبوك الهيدي قبل ما يخرج قال لي سلم لي على مليحه. بابا الهيدي سلمك ويسلمني. منور يا الضاوي منور. شفت كيفاش؟ حل عينك غمضها. عامين تعديو في رامشتاين. كل شيء هون ويصير على رجال. وراسك لو كانوا حتى 10 ولا 15 سنه نعديهم في الغربه ما نقولوش احد. راجل شفتوا راجل. على كل حال الخدمه تستنى فيك هنا واللي جاي. وراس الضاوي خويا وراس العشره اللي ما بيناتنا خير من اللي تعدى. كان حبيت باهيش باش تعرف خوك مصطفى. عمريش ظلمت حد ولا كليت عرق حد. كل من خدمه معايا ياسر ولا شويه مشى فرحان. ها وحسونه اسالوا. اي ما انا لا ربي يكثر منك الناس يا مصطفى. نظم امورك وينتشر على الخدمه يجاني. اما ما تطولش عاد. تحب نزيدك نزيدك. استنيتني شوية عزيزتي. تعرف نحب نخدمك. مزروبة ديما مزروبة. نحس القراية نتاع سوسة هذي باش تبعدنا على بعضنا. ساكن تحشو بعضنا خير. قل لي يا اخي انا طلبت منك تدخلات. اما تدخلات ملا مصطفى من راسه عطاني الجوب هذا باش نهزو لصاحبه يتوسط لي في خدمة بعد ما نتخرج. منك نسمع. اما ممكن نشهد منه. على كل حال بارك الله فيه. غريبة مصطفى لا يحب لي الخير. هيا باقي استنى لحظة امشي معك المحطة. خد كل يوم قاعد تشوف فيك. رجعت تعزف في السمفونية نتاعك. اقعد خدمتك عولي. انا خدمتي دنيتي قلبي بلا بيك ما عندهم حتى فايدة. كهكا ميسالش. هاي نمشي. تمشي معايا؟ لا اخويا بيناتكم. استنيني اني راجل. محجوب حيدة بحيدة سايس روح.
ربي معاك يا معلم، خاف تجيك المقصورة. لا لا حضرها وخليها على الكونتوار، كلم مصطفى كلمتين وخارج ان شاء الله القهوة ما تبردش. محجوب باش يجبدوا على مالا ربي معاك. جاك الضوي؟ هزيتهم للسوق؟ السوق اليوم لغى، هزيتهم لحسن الجزار. هو نتاعك عليك بالله وراس نسيبي الغالي. شنو ما حاجتكش بمصيريفة متكفي؟ ظهر فيك تدبر في راسك من وراي يا باف. تفتوفة اللي تملى لي بها في كرشي خليها عندك، زيدها لحالك. تفتوفة؟ الفلوس اللي تاخذ فيها من عندي تسمي فيها تفتوفة؟ قد ما عطيتك قد ما عبيت لك مكاتبك بالفلوس ما تشبعش يا محجوب. لو كان مش انا راك منتف اليف لا شيء عليه. لويه اش بينات؟ بيناتنا نص. فتح الكمين اخوذها. ما تغلطش. بيناتنا نسب، بيناتنا اختك مرتي. كانك على العروسية انسى، امسح مات. اش مازال على التصريح بالطلاق؟ هاي هاي. هاي يا بلاد كعرير. قديش تحب؟ قديش نحب؟ يودي هدي روحك، يتحير عليك القرح. القرح نعطيه حربوشة يسكت. أم أنت قرح ما يسكتوا شيء. من فضلك نتحاسب. نتحاسب على شنو باش نتحاسب؟ تو غلبنا عامين خدمة، والعمليات اللي قمنا بها كل تسهميات الملايين. إيش بي؟ تحب نعطيك من الآخر؟ والله ماذا بي؟ تعطيني 100 مليون ودخل معاك شريك النص بالنص. 100 مليون وشريك النص بالنص. تعي وانت تقبض. لو كنت تبيعني انا واختك عروسية والدار وما خلف الولد ما تلقاش 100 مليون. اش بيك؟ مضروب على طاسة مخك؟ يا اخي اللي نصوروا فيه بيت عندي ما ماشي على رويحته. ما عندي شريك يا اخي انا. اي نولي انا شريككم الثالث. اسمعني. تطبقش اسماع الارض ماهيش خارج من هنا ما نفصلوها. وباللي تحب زاد. حتى بضرب البوني. نفصلوها علاش ما نفصلوهاش؟ استناني ساعة أخرى تو نجيك للكوري. زي من الفضايح الناس تنجم تسمع. نتقابل علاش لا؟ وين تحب زاد؟ أما اسمعني ننصحك ما تخلينيش نستنى، راه ما عنديش وين يدور الريح. محجوب خلي مفتاح الكاميونة عندك بالك شي نتفاهم. يظهر لي باش نتفاهم. محجوب يا محجوب قالت كبير. شنو؟ معاومة وليد شريكة. نهبط نهبط. أما مشي عاد قبل بنقلب عليها وجهه. تعجبني يا ولد امه تعجبني. يزيني من تعجبني تعجبني. انا كان جيت ناجب مش نطلب من محجوب طرف فلوس يسمعني وسخ خذني وطيح لي قدري ويقول لي بري شوف عارفك شوف عارفك. وانت ترخص روحك المحجوب ولا غيره؟ يا اخي انا وين؟ يخلع زيز كيف. انا جيتك.
محزوب. الله يسامحك. نفنف أمورك، هذا حقك. اللي به الفايدة استحفظ لي على الكركاس ونقص. نزلت حاجتي بيك. حاجتك بيها؟ هذا هو عندك الضاوي، فيش حاجتك بيها؟ الضاوي حاجتي بيك انت قبل الضاوي، الخدمة بزايد. اللي به الفايدة حتى لو كان ومحجوب يظهر لي بشي يولي شريك وانت تشد بلاستو. تنجم روحك ولا ما تنجمش؟ نجم، علاش ليه؟ وانت تقبل؟ هاو جا وقتها نقبل. وكما وصيتك استحفظ لي على الكركاس ونقص نقص. تحب تقول لي حاجة؟ ليه ما ملا في الامان اخويا مصر. ما خبى عليك شيء، انت كريم معايا وانا ما خبى عليك شيء. محجوب ناوي يفرقعها ويحب يهزك الفينجا. اللي علي عملته عندك. الو، سامحني كان قلقتك. محجوب عمان زايد على قدام ولا مخطر برشا؟ أيوة هذاك هو، حتى أنا هذا رأيي. ما تنساش الجوال. ناري ما تفاتش، مازلت شاعلة على ولدي. الموت حق يا بنيتي. شبيك راه تخطف من بين يديا في رمشة عين. كان مالي علي الدار. يا بنيتي يهديك، املى قلبك بربي واصبر. الصبر باهي. تشوينا عليه الكل. لكن اش تحبنا نعمله؟ حكمة ربي. كله منك يا مصطفى. ما نسامحوش قدام ربي. ليلتها انا نكلم فيه باش يجيني بالكهرباء يزني الاستعجالي. ويقول لي شنيا السخانة بقلا ليها، حربوشة تحكم فيها، وكان مرتاح يزيدوا حربوشة أخرى. نضحك الربي يا مصطفى، حرقت لي قلبي. الله يهلكك يا مصطفى، كان ما جيتش مربوط على خاطرك وقتها راه ولدنا معانا تو. اما طول بالك، اللي يعمل عمله يتحاسب عليها. كيما قال بوك، شويه صبر برك. بربي ما تكلمنيش بالفقه، هاني عندي عام وانا صابره. رجع لي الصبر ولدي ولا طفي لي النار اللي في جيشي. طو يجي الوقت وتعرف يمين البكوش في صدره. أبغى أتركم، عندي ما نعمل تو. ربي يجيبك في الصواب يا وليدي. السلام. مسيك بالخير والرضا يا سي مصطفى. Thank you.
أهلا بنور. عسلام. في رقعة بيك واقف. تغش عليك. متغش علي. معليش عملت. خينا طلبت منك باش توصل مليحة. تي محسوب. خي مليحة مش بنت عمنا الله يرحمه. وزيد غولة في القراية. مصلي عني بيع لها غولة. تي انت اللي كارك تعمل المستحيلات الكل باش تعاونها وتضمن لها مستقبلها. أنا متغشش عليك. طب تعرف علاش؟ أنا متغشش عليك. تحب امرأة وتحب تاخذها، أما ما نحيت حالتها ومشاكلها ما دردعت لك حتى شعرة. ما نحبش مليحة تقول أنور بارد زي بالعل. بدك نصوت لغيرك. نفهم من كلام كذا اللي أنت ماكش معرض خطبتنا. تي راك خويا لحمي ودمي. وأنا في مقام الوالد الله يرحمه، ما نحب لك أنا الخير. يا عروسية، جيب قهوة لأنور جيب. يقعد يقعد. ناحي من يدك، جيب شوية عالفة اللي عليلش. حاضر. اش قررت؟ ايش بيك تغزل؟ شنو مرايا قدامك تشوفها في وجهك؟ يجاوبني. معناها ماكش موافق نكون شريكك؟ تحبها تخلع راس الناس الكل؟ انا وانتي ولي دايرين بيك صغار وكبار. ريض ريض روحك. نعرفك رزين وتوزن الامور بميزان الذهب بشبيك. وحدي نقرر انا ما عندي شريك نشار ونرجع له. وعدتك نعمل مجهودي باش تكون راضي. يا اخي باش ننسى العشره اللي ما بيناتنا؟ باش ننسى اللي انت دخلت الحبس وما بعتنيش؟ بيك محجوب. تبهنس زيد تبهنس. ما تظنش اللي انا مانيش فاهمك وفاهم حركاتك. الصبه اللي صبها لك كل دم وانا قصدها. بس سيادتك تتاكد اللي انا نحب الناس الكل تعرف ومانيش موخر لتالي. يزي من التبابير عاد فاهمين بعضنا بالقدا. قلت لك نشاور شريكي وبعدنا نجارك وان شاء الله يوافق. صار انت تو شاورتو؟ تو نشاورو تو قدامك هاي انا فيها. فيق كيف سامحني مدام، تفضل. مزلمتة ولا؟ والله ايش باش نقول لك. عبستار؟ نعم، هيا. تفضل. شوف معاه. حاضر. سامحني، من قبيلة ولا نستنى؟ سي حيدر مزلمة تفضاش؟ لو كنت تفضل راه ندلك. وقتاش يتفضل؟ منش نقول لك حتى شيء. قلت لي أنا طالبة في سنة رابعة. قلت له، والله قلت له. ما عندك علاش تحلفني. زعما نزيد نستنيها؟ انت واش يساعدك؟ نرجع للعشية خيرة؟ انا ما نقول لك حتى شيء وانت اللي لك ملك. اسمعني محجوب، ما نخبيش عليك، شريكي ما هوش موافق على شريك ثالث. بالله ما هوش موافق؟ حتى حكيت لي 100 مليون اللي انت طالبهم رافضهم زاد. اما انا نوعدك نعمل المستحيل باش نخليه يوافق. كثرت لها حتى انت محجوبتي، خذ 50 مليون يكفي. تعرفني يا محجوب، تعرفني ما نحبش نخسر. لا يا سيدي، احسب روحك خسرتني من توا. اما حط في مخك اللي يقعد في الدار يدفع الكراء. يا ودي ريض روح، تعرفش كيفاش؟ استناني الليله نجيك للدار ونجيب لك الصحيح، كون مهني. باه نستناك. ملا خليني نمشي. هاي بسلامة. بسلامة بسلامة. باش نمشي. كهوة كهوة. سامحني دقيقة. اي تعطي الجواب هذا؟ جواب عند شكون؟ هكا محطوط الاسم. دقيقة برك.
ربي يهديك. كارك ما ديت جواب من اللي جيت. هاي تفضل تفضل. عاصم تفضل. سلمك. مصطفى يكلم يعوض في تليفوني يوصي عليك. يعطي الصح. انت بنت عمه مش هكا؟ اي. في الحقيقه انا كنت نقضي لك على خاطر هو، اما كي شفتك توا باش نعاونك من يعمل حتى مزيه. ميرسي. انت احسب الخدمه مضمونه، دون ما تكمل الدبلوم تبدا تخدم كيما تحب انت، تحب معانا ولا في اي بلاصه واحده اخرى. عملي تراسه على سي حيدر. انا ماذا بيا معانا كي كان نجم تلهي بيك رسمك الرقيق نضمن لك مستقبلك. بصراحه شو. خلي عليا انت، حضر لي الدوسي نتاعك وتهان. يعيشك. قل لي انت عندك بورس؟ لا ما عنديش فيها الحق. وماكش متمتع بقرض جامعي؟ لا. كان تحب النجم توسط لك القرض مادامك تقرا عندك شهرين. اما يظهر لي الاجل تصبين نطالبوا فيه. معي انا مثلا مش اجل، كان تحب نتوسط لك ومش الشهر الجاي تبدا تاخذ في الشهرين نتاعك. بصراحه ما تصورتش باش تفرح بيا هكا، كنت شراوح خير كي قعدت. ماشي لسوسه ولا مروح البلاد؟ ماشي لسوسه. نورة تراي جاني. ملا تقرا في سوسة؟ نقرا في سوسة. تفضل سي حيدر. أعطي الإنسة القائمة متاع الأوراق المطلوبة للإنتداب في المؤسسة متاعنا، وقل ساسي الشوفير يحضر روحه باش يوصلها لسوسة. حاضر سي حيدر. ولكن حاجتك بأي حاجة أنا لازمتك. أخش نعطيك الكارت يزيد نتاعي فيها رقمي شخصي، تكلمني وقت اللي تحب وماذا بيا تعطيني الملوك. يعيشك. أحويجة ربي خوكم جيعان وعريان. أحويجة ربي خوكم جيعان وعريان. أحويجة تلف اتصف. هاي قالوا جيعان. هاي برضه مش يخدم على روحك، راك اطول مني واخشن مني واقوى مني. يرحم والديك حويجه ربي. يرحم والدي والديك ويلزم تخرنين. راني متراني في الكاراتي شهر. يرحم والديك وربي يهديك واللي دعمني. عليه قطعت الرحمه ما تحبش تعطي ما تعطيش. علاش الكلام الماست يا عربي السيد امام يفهم كم بالقوه. برا ربي حلا في وجه الدنيا والاخرة. حر جيب له قهوة وخليه يشربها في عقله، زيدوا كعب كرواسون. عنده عنده يسترك. برا ربي كثرهم علي. ورقة بعشرين كاملة. عنده عنده خابي فلوسك وارتاح وقعد اشرب قهوتك في عقله. يرحم مالدين والدين. يرحم الكرش اللي تخبط فيها. تعرف صدقة تحسن من البلوات. عجب مصطفى حنين والله كي تفهم الدوخ. ايش بيك يا صاحبي مكبر الحكاية أكثر من لازم. مصطفى ما نعطيهش أجنب، نعرفه داري ومخطر. اش عنده يعمل لك؟ نتصوره باش يخاف ويوافق على اللي تحبه. كان عطاك حتى أقل من 50 مليون خوذ، ما قال لك استنى حتى لليل ما فيها باس، أعطيه الوقت باش يقنع شريكو. كي جيت نعرفوا هالشريك هذا اللي كان جاي موجود من أصله. الحصيل وما تخسر شيء، أنت استنى لليل ومن بعد تصرف وأنا ديما معاك. ما عندك كان رجال يا صاحبي وعشيري. يا عم الهادي يا عم الهادي ضوي يا راجل يا راجل.
أكبر مزية عملوا عليها كي طردوك إكسبيسيل بوالي. متوحش قاعدة من قعداتك يعمل هذه. مش قاعدة، نعملوا مئة قاعدة وقاعدة. شو نمشي وناخذوا الواج ونهبطوا لتونس، نتعشاو ونسهروا في أحسن ريستوران. أنا ريستوران داري أولى يا راجل. ماذا بيا ما نقلقش المدام وبنتها، تي مليحة. مليحة في سوسة، والدار احسبها دارك. لو كان الليلة ما نعملكش عشاء رويال نتاع ملوك، مانيش ولد أمه. حتى أنا في الغربة ما نتذكر كان قعدات عمل هادي ولد أمه. أي يا راجل، نمشيو نقضيو ونحكيو. أي. خايف عليك يا وخي. من شكون؟ من مصطفى؟ راجلي ونعرفه مليح، غدار وما يتمنش. أنت تدور له منه هو يدور لك من غادي. يضحك في وجهك أنت تتلفت وهو يضربك بين الأكتاف. على حسابك نرخي كرومتي، نتجبد ونقول له ماينا. لز علي عم سليمان، لعل ربي يهدي. هو يعرف ربي. اسمعني يا روسيا يا أختي، ما تخافش علي، حقي ناخذه. مصطفى ما يجيبه كان الكاسة. اش باش نقول لك يا أخي، حقك ما تسلمش فيه. أما سيس روحك، وساعات اللي ما تجيبوش القوة جيبوا السياسة. الوقت ما هوش وقت مسياسة، يظهر لي فات الفوت. فما حتى حل آخر، جبتها لروحك. السوق من العناية بنتي؟ أي بارك الله فيك. ربي نشهد. يعيشك. كيف سعيدة؟ صباح الخير. هالبصر المحرو تستاهل. قلتلك قداش من مره رنخوا شويه في الماء قبل ما تقصوا. حتى انت هالراس اللي عندك مكسحو، زعما لشكون طالعه؟ محسوب. ما تعرفنيش لشكون طالعه؟ ماني طلعتلك. البنات وينكم؟ اسمعني، أنا مشي نعمل عليها جو. هاي هاي مليحة. شو حوالك عزيزتي؟ شو ريحة هذي؟ سستي ريحة سستي. مليحة شبعت ولا نزيدك؟ الو، هاني دوب ما وصلت للفويه كلمتك. متفرهده من الليل، مشيت لي دار. اي وقابلت صاحب خوك وعطيتو جواب. ليلي الامور كل مريقله. تعرف مصطفى خوك اول مره يعمل حاجه باهيه في حياته. صاحبه فرح بيا مش نورمال. ليلي ها ليه تاو باش نتعشى ومن بعد نحط نقرا وبعد نرقد. باهي، تصبح على خير. اي هاو الحوت اللي تتشهى فيه. بخاطيري الضاوي هو اللي يتشهى. تعبناك معانا يا مدام دوج. مرحبا بيك، تعبكم راحه. تعرف يا مدام، طول عمري نتشهى في عشاء من يدين شاف كويزينيه معلم. يا اخي هاني لقيت هنا باش معلمه في الطبخ. برافو.
مش في ليك. يا ديكور كور لازم البهتة ولازم التنوفيق. أنا نتنوفك يا عم الهادي؟ أي في أنت بيدك كلموش المدام تاكلها الماكلة هادي؟ آه في هذه عندك الحق. دوجك تحب تصنف تعمل العجب. أما اسمع كون في بالك مش كل يوم تجي تدق تلقى سفرة منصوبة. مش أنت اللي قلت لي اللي أنا ولد دار؟ دواو. تعرفني من هاك الناس يا عم الهادي؟ أنا الماكلة المنينة نحب أما تلهميك خاتيني. يعيشك يا مرموش عشاكي مهكة عمين ما ضقتوش مش في ولا هنا. هاي ملك يعجبك العشاق قوم قوم منك الشطحة قوم يس يا ايجا دوج وقت عنده شطحة هاي عمالها كانوا تقوم عمين مريتاش حتى لك شطحة قوم قوم بي قوم بي اي 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 أنا اللي باش نحل. أسمعني كان جاي قابل بكل شيء فبها نفرح به ونحطه فوق روسنا وانت عايشك نحيا العبسة بتاعك ونسلي فات. جاي يقول مش قابل من الباب باش يقول لك ربوجه. مبروك عليك. لا يهديك يا مصطفى بجعتني. شريكنا ما فكيت عليه لما جبته للثنية. شريكنا؟ اي شريكنا. اما بالنسبة للمبلغ قال لي حتى نتفاهموا شركات ثلاثة. وشد صحيح قال لي الفلوس نعطيهم له انا بيدي. وبالمناسبة يحب يتعرف عليك. مش مهم الفلوس قديش. المهم الشركة. موافق باش نكون شريك؟ شنو محجوب نلعبه؟ حتى انا عندي كلمتي معاه. يتفضل عادش بك ويقف. تفضل شنو شنو تدخل يدي فارغه يعاوني عاوني حتى والكابينة عملتها فيا طاحت ونبال في اول السعده الصافي جاي على سقايا اخوك. اها ميكانيك اخر الزمان اش تحب تعمل؟ هاي تفضل تفضل ماشي. مرحبا بيك يا مصطفى. تفضل تفضل مرحبا بيك. يعيشك هاي تفضل. هاي شفت شفت ملا مصطفى ملا هو هي منظم الامور على كيف كيفك. عايشك يا مصطفى. عندي حتى مزيه في دار خويا انا وراسك يا عارم وراسك يا محجوب يا خويا. لو كان عارفي ما جاش للثنيه نقصها معاه ما يهمنيش. انا محجوب ما نبدلوش حتى بما القارون. اه اي فرحنا بسي مصطفى حط لنا العشاء. مرحبا بيك يا مصطفى. تفضل 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 تفضل. كل عاده سكر ويحك. اللياقة البدنية جاهزة وديما في الفرن. اي حافظ لي على اللياقة كاكا. اي قول لي اش عملت فيه الشنطة الجديدة نتاعك؟ اي سيدي قريب نحلو. كالعادة نحب لاسيرونس تضمن كل شيء بقى الفلوس. معناتها سباقة وجرية وما تاكلش الشاي هكا ما. مالك كيفاش صحاب انا وياك؟ ما هو مرة عندك ومرة عندي. اما نعم في هنا في ريس كبير وكان يجلقوا بيا مشي تزيزي. كيفاش؟ مسؤول كبير كيفك انت في شريك التأمين يضرب يسرع باش يثبتوا راه تزيني يا عبد. شوك الهدرة. مسؤول كبير وهاني متفيدي اللي كنتي والغيرك باش نشري ابارتمون. عاد انت تحب ابارتمون اوستانديك في بقعه من عزل بقايا حتى لو كان جيت معرس وانت كل فرطت من وحده لوحده. خويا نعازب عملك على حالك بمرتك واولادك مضرب في وحده اسمها نجمه نتاعك هذيك. يا خويا على خاطر نجمه ولي تموت على سوسه نفنى على سوسه عيني سوسه. نطيح لك بكعبه اليوم وين تسكن في سوسه وتقرا غادي سوسه اسمها مليح. تعرف شنو انا وياك ذوليك شنو اليوم ماشيين جايين على سوسه. يا
هذه مليحة اسم حلوة ليه؟ أي حكي لي كيفاش عرفت هذه؟ حكيت حكاية ولد عمها صاحبي وحبيب بعد على أخوه وصاني عليها ماك تعرف بعثي لي حتى للبيرو أنا برجولية ملونس خيبة خايبة كنت بشين صفصتها هيك العادة تطلع لك كعبة تكبشت باليدين وسقيني أسمع مسكينة البنية هذه في الدين شكون تحت يعطيك الصحة في العشاء يا عارم حسيلو زيد معك صحة وبالشفاء خويا يعيشك يا ولدي يا ولدي طفي السيجار وتعلي هكا راك وليت شريكي ونخاف على صحتك الله يهديك برا المرة هذه نقيدو على هالمناسبة السعيدة ليه ليه في هذه ما نوافقكش الطبيب محرم عليك الدخان تتكلم يا عارم ولا ما يهمكش في صحته اغزله بسيف يتنفس الله غالب يا مصطفى حرت فيه ديما باهي عندك الحق هذا خر سيجارو النفع ربي يا مصطفى يا ولدي راني حاجتي بيك وراك باش تولي المعلم بلاش بيك انت لافاريت نتاعنا الكل تتصادع توا عاد يلزمك تسمع كلام خوك مصطفى ربي يعاوني ونحيه هالدخان ان شاء الله شيحت لي ريقي بكسوحيه راسك عطيني شربة مياتي يا تي خليها تي عليها المرأة شاقية تعبة تو نجيب انا وحدي لا لا ارتاح ارتاح تو انا نجيب يعطيك الصحة هاي تفضل نمشي انا ما عادش بك علي نعم ها مصطفى مروح هكا هوا تزيد اقعد مازال بكري وين مازال بكري تي لحداش تعديت انا على خاطرك محجوبه منها انسى ما سهرت برشا اليوم اسمعني المره الجايه نعملوا لها عشاء ويا العاد لا لا والثلاثه شهور كي مع بعضنا صباح على خير يا عارف صباح على خير يا مصطفى هاي في الامان المال كيفاش باش تروح؟ في مايك ربتك مبار؟ في مشكلة يا رجل، لا تروح على ساقيك. لا لا تروح على ساقيك وأنا موجود، يا تنوصلك هيا. لا لا اقعد على روحك ارتاح، ما نحبش نتعب. هاي تصبح على خير. مصطفى مصطفى. تعرفش كيفاش؟ هاو المفتاح، شو عندي نعبي أنا تو الكاميون؟ فكرة، منها ما نتعبكش معايا ومنها الصباح نجيب الميكانسيان ونرجع لك كاميونتو. ادي في عقلك، خذ راك. يعطيك الصحة. هاي تصبح على خير. ليلتك سعيدة. مصطفى عجبته برشا القهوة طيب مش قلت باش تنحي الدخانة تبي سيجار والاخر طيب صدقت ولا ما صدقتش ما فهمتكش اش تقصد قلت لك الدنيا هدية ما فيد فيها كان القوة واللي ما حمرش عينيه ويعلي صوته الصحاح يعفصون على كرونته ويتعدى والله ايش باش نقول لك الحمد لله اما رد بالك على روحك ورد بالك على صحتك طيب كنحط راسي باش نرقد نرقد متهني وما فيق كان كي نشبع بالنوم مازلتوا سهرانه
أنا تعبت باش نرقد. أيوة قايت أنا بدي تعبت. هاي هاي نرقد. تصبح على خير. تصبح على خير. تعشيت؟ اي تعشيت. صحة. بتشرب وحدك في التاير؟ اما نجيب لي معك كاستين. كنت حدا اخوك. محجوب محجوب شبيك صار شبيهم صار لك يا القرحة عاود تحير عليك لطف عليك تتقطع شبيك لطف عليك لطف عليك كل شيء مصار يا جرح الناس
ندور.